السلام عليكم. هنشرح النهاردة طريقة عمل الكونتورز والبروتوتايب والفلتر والسيمبولوجي. هنبدأ بالكونتور. لو عندنا نتورك زي ديت وعاوزين نعرف العلاقة بين كل نقطة والتانية في أي بارامتر، سواء كان بريشر أو إليفيجن أو فلو، فهنستعمل الكونتورز. هنروح عند قائمة الفيو ونيجي على الكونتورز أو من الأيكون هنا ونضغط كليك. هنروح نعمل نيو ونروح نختار البارامتر بتاعنا. هنختار مثلا البريشر، هنيجي هنا نضغط كليك وننزل ونختار البريشر، وبعدين هنا نيجي عند انيشالايز نختار فور رينج، وهنا في السليكشن سيت هنختار اول اليمنت، وبعدين نيجي عند الكالر رينج. هنا في الكالر ممكن نختار الانيشالايز او الرامب. الاول هنروح عند انيشالايز ونعمل كليك، هيدينا تركيبه الالوان ديت. لو رحنا عند الرامب هيعمل لنا جريدينت في الكالر، فانا هختار انيشالايز ونعمل ابلاي. زي ما احنا شايفين كده هنضغط اوكي. هنا عند النقطه دي البريشر كان 15، وبعدين زاد لغايه نوصل 17، وبعدين 18، وبعدين 20. هنا في الجنكشن ديت كل ما نقرب من الجاكشن ديت البريشر بيقل. هنا كان 15 او 14، وبعدين نزل 13 لغايه ما نزل وصل ل 8. ممكن كمان نروح نعمل كمان كونتور. هنقفل دوت ونعمل نيو. ممكن نختار الاليفيجن لو جينا هنا كليك، او نختار من السهم ده ونختار فيزيكال وبعدين الاليفيجن، وبعدين نعمل انيشالايز فور رينج وول اليمنت، وبعدين كلر باي رينج، وبعدين نعمل انيشالايز، وبعدين نعمل ابلاي، وبعدين نعمل اوكي. زي ما احنا ملاحظين هنا، هنا كل ما نبعد عن الجنكشن ديت الاليفيجن بيقل. لو ضغطنا كليك على الجنكشن ديت وبصينا على الاليفيجن كان الاليفيجن 30، كل ما نبعد بقى بيقل، بقى 29 وبعدين 28 و26 لغايه لما وصل عند الجنكشن ديت. لو ضغطنا كليك على الجنكشن ديت هنلاقي ان الفيجن كانت 22 كده مظبوط. ممكن نعمل اي عدد احنا عاوزينه من هنا. لو عملنا كليك كمان ممكن نختار بريشر هيد، ننزل ونعمل انيشالايز ولا الاليمنت وكلر رينج وانيشالايز وابلاي، وبعدين نعمل اوكي. هنعمل زوم اكستند ونشوف هنا البريشر جريدينت في النتورك. بعد ما بنعمل الكونتور ممكن كمان نعدل فيه. لو ضغطنا كليك يمين اديت فتحنا لنا الكونتور. ممكن هنا في الانكريمنت ممكن نزود الكثافه شويه بتاعه اللاين، فهنعمل مثلا 0.3 وابلاي. العدد الكونتور زاد شويه. ولو نزلنا هنا عند السموس كونتور وعملنا ابلاي عملنا سموث كونتور. هنروح دلوقتي نعمل كنسل، هنضغط هنا كليك ونختار تاني واحدة ديليت. ديليت بتمسح الكونتور احنا كنا عاملينه. لو ضغطنا كليك يس مسحت لنا اخر كونتور. تاني ايكون هي الرينيم، ممكن نعيد تسمية الكونتور. هنا في الايديت لا كنا بنفتح قائمة الكونتور ونعدل فيها. هنا ممكن نعمل اكسبورت للكونتور. هنا دي اكس اف كملف كاد او شيب فايل او نيتف فورمات. تاني ايكون عندنا الكونتور براوزر. لو رحنا ظهرنا الكونتور 2 ورحنا ضغطنا على الكونتور براوزر، هنا في الكونتور براوزر بيحسب لنا الاكس كوردينيت والواي كوردينيت بالنسبه للماكسيمم فاليو عندنا في النتورك. لو هنا جينا بصينا لقينا ماكسيمم فاليو اللي هي ماكسيمم اليفيجن اللي هي عند الجنكشن ديت. الاليفيجن عند الجنكشن دي كانت 30. لو رحنا يمين هنلاقي الاكس كوردينيت والواي كوردينيت بالنسبه للانجكشن ديت. لو رحنا شمال هنلاقي الاكس واي بقى بالسالب بالنسبه للانجكشن اللي هي ديت. وكمان بيحسب لنا الاليفيجن عند اي نقطه. لو جينا مثلا هنا هنلاقي الاليفيجن 23، لو جينا شمال هنلاقي الاليفيجن 19، لو رحنا عند الانجكشن ديت هنلاقي الاليفيجن 20. هنروح نعمل كنسل. وتاني ايكون عندنا هي الريفريش. لو ضغطنا ريفريش بيعمل لنا ريفريش للبيج.
ديت بيعمل اب وداون للكونتور. لو مثلا عاوزين الكونتور 2 دي تبقى 1 فنروح نعمل على السهم ده شيفت اب، لو عاوزينها تنزل تحت هنروح نعمل شيفت داون. ودي قائمة الهيلب بتفتح لنا المانوال بتاع البرنامج. احنا هنعمل كانسل وبعدين هنعمل شيك على الكونتور ونعمل كانسل. كده احنا خلصنا اول جزء في الفيديو. هنروح على البروتوتايب دلوقتي، بس قبل ما نروح على البروتوتايب هنروح نرسم بايب لاين. فنروح عند ايكون البايب ونروح نرسم اي بايب لاين. لو بصينا على الجاكشن هنا هنلاقي الفيجن بتاعه صفر ومفيش ديمونت، ولو بصينا على البايب لاين او البايب وننزل على الفيزيكال هنلاقي ان الديامتر بتاعه 152.4 واللي هي يوزر ديفايند لينس فولس. دلوقتي انا عايز اغير الديامتر بتاع البايب او الفيجن بتاع الانجكشن او اي بارامتر، كنت بروح عند الفليكس تيبل وبعدين بايب او انجكشن واغير مثلا الديامتر. لو افترضنا ان انا قبل ما اصمم البايب لاين كنت عاوز او انا عارف ان البايب لاين الديامتر بتاعه مثلا 500 ملي متر، فبدل ما اروح عند الفليكس تيبل ممكن استعمل البروتوتايب. لو رحنا عند الفيو بروتوتايبس والبايب، لو ضغطنا كليك يمين هنعمل نيو ونيجي عند قائمة البروبرتيز ونخلي الديامتر 500 ونخلي مثلا هيزن ويليام 150 وهذا يوزر ديفايند لينس ترو. نيجي عند الجنكشن هنعمل نيو ونخلي الفيجن بتاعها مثلا 100 متر. دلوقتي لما اجي اصمم بايب لاين جديد هنضغط كليك على البايب لو ضغطنا على الفيجن في البايب الجديد هنلاقيها 100، لو ضغطنا هنا كليك هنلاقيها 100 كمان. لو رحنا على البايب لاين اللي فوق وضغطنا كليك هنا نلاقيها صفر عشان ده كان مرسوم قبل ما نعمل بروتوتايبس. لو نزلنا تحت على البايب الجديد وننزل على الفيزيكال هنلاقي ان الديامتر بتاعه 500 ملي متر والهيزن ويليام 150 وهذا يوزر ديفايند ريسك ترو، وده اللي احنا كنا عاوزينه بروتوتايبس. لو رحنا عند فيو بروتوتايبس هنا ممكن نعمل نيو وديليت ورينيم، وهنا ممكن نعمل ميك كرنت لو عندنا اكتر من بروتوتايبس. لو مثلا عملنا نيو وخلينا مثلا هنا الديامتر 200 مللي ممكن نعمله ميك كرنت، وعملنا بايب لاين جديد وبصينا على البايب وننزل على الفيزيكال هنلاقي الديامتر 200. هنا ممكن نعمل اكسبند اول او كوليبس اول، لو ضغطنا كليك هنا هيعمل لنا كوليبس لكل الفروع، لو عملنا اكسبند هيعمل لنا اكسبند لكل الفروع. كده خلصنا البوتو تايبس. هنعمل كلوز. هنروح دلوقتي نشرح الفلتر، بس قبل ما نعمل فلتر هنعمل ديليت ونعمل زوم اكسيدنت. هنروح دلوقتي نشرح الفلتر. لو عندنا نتورك زي ديت، النتورك دي فيها بايبس، البايبس دي فيها كذا ديامتر. لو احنا مثلا عايزين نعمل سيلكت على الديامتر اكبر من 200 او اقل من 200 ملي متر فهنا نحتاج نستعمل الفلتر. فنروح عند فليكس تيبل بايب ونروح مثلا عند الديامتر ونضغط كليك يمين وفلتر وبعدين نعمل كاستم فلتر. هننزل ندور على الديامتر او نيجي من عند البوتون دوت ونيجي عند الفيزيكال والديامتر. هنا عملنا سيلكت على الديامتر هنضغط كليك وبعدين نيجي عند هنا اليونيك وهنعمل ريفريش. دي كل الديامتر بتاعت البايبس. عندنا بايبس الديامتر بتاعتها 100 و150 و200 و250 و350 و500. هنفترض مثلا احنا عاوزين نعمل سيلكت على الديامتر الاكبر من 200 فنروح نعمل الديامتر الاكبر من، نضغط كليك ونختار ال 200 وبعدين نعمل اوكي. هنا اختارنا كل الديامتر الاعلى من 200، بس هنلاحظ مفيش ديامتر 500. ال 500 دي جت بسبب احنا كنا عاملين بروتوتايب بالديامتر 500، بس في النتورك نفسها مفيش ديامتر 500. لو رجعنا على الفلتر نعمل ريسيت للفلتر الاول، فلتر ريسيت وبعدين كليك يمين
فلتر كاستم. لو رحنا عند ديمتر تاني ونعمل ريفريش لليونيك فاليوز، ال500 دي كانت بتاعت البروتوتايبس، بس هو في الواقع مفيش في النتورك ديمتر 500. هنروح عند اول بوتون عندنا هنا الايكوال اللي هو اللي يساوي، لو عايزين مثلا بايب ديمتر يساوي 100 فهنضغط على لمتر يساوي. تاني بوتون عندنا لا يساوي، دي علامة الأكبر من، دي علامة الأكبر من أو يساوي، وهنا أصغر من، وهنا أصغر من أو يساوي. الستة دولت دول أكتر حاجة نستعملهم في الفلتر كاستم. هنا اللايك والإند والأور بنستعملهم لو عايزين نفلتر بأكتر من بارامترز. مثلا لو عايزين نفلتر باستعمال بايب ديامتر والبايب لينث، فهنختار بايب ديامتر ونحدد مثلا الديامتر أكبر من 200، أكبر من أو يساوي 200، وبعدين نعمل اور، وبعدين نروح مثلا على اللينس فيزيكال لينس ونعمل تشيك ونعمل يونيك فاليو ونختار البايب اللي اكبر من 50. الكود ده معناه ان لو لقى ديامتر اكبر من 200 او لقى لينس اكبر من 50 يعمل له سيلكت. هنروح ناخد الكود ده كوبي ونعمل اوكي. كده هو فلتر بالبارامترز وجاب لنا الديامتر اكبر من 200 مللي متر واللينس اكبر من 50. هنروح دلوقتي نعمل ريسيت وبعدين نعمل فلتر كاستم ونعمل بيست للكود اللي كنا ناسخينه. اندي بقى لو عملنا سيلكت على الاور وعملنا اند مكانها، الاند عكس الاور. الاور لو كان اي بارامتر من الاتنين موجودين كان بيعمل لهم سيلكت، الاند لازم كل اتنين بارامتر متحققين، لازم يكون الديامتر اكبر من 200 واللينس اكبر من 50. لو رحنا عملنا اوكي هنا هنلاقي ان قلل لنا عدد السيلكت، عمل لنا سيلكت على 3 بس بسبب ان البايب اللي بتحقق ان الديامتر اكبر من 200 وفي نفس الوقت اللينس اكبر من 50 اقل. كده احنا خلاص خلصنا الفلتر. لو رحنا عملنا ريسيت ظهر لنا هنا كل البايب. هنروح دلوقتي نعمل كانسل ونروح نشرح اخر جزء في الفيديو اللي هو السيمبولوجي. لو روحنا عند الايمنت سيمبوليتي هنا وروحنا مثلا عند البايب وضغطنا كليك يمين على نيو، هنلاقي عندنا حاجه اسمها النوتيشن والكلر كودنج. انا كنت عامل كلر كودنج للفيلوستي، لو عملنا شيك عليها وروحنا عند الاناليسيز والتايم براوزر، هنا عندنا في النتورك في دوموند، والدوموند ده بتغير الفيلوستي معاه تتغير. فلو ضغطنا مثلا من اول هنا وعملنا اوبشنز وزودنا عدد الفريمات وعملنا رن، هنلاقي ان هنا الفيلوسيتي بتتغير وكذلك الكلر كودنج بيتغير. هنروح هنا على اعلى ديمونت عند الساعه 2 وبعدين نروح عند البايب ونعمل نيو، هنلاقي حاجه اسمها نوتيشن وكلر كودنج. لو ضغطنا على الكلر كودنج ورحنا عند الفيلوستي، هنا في النتورك بتاعتنا كنا مصممين النتورك على اساس انها الفيلوستي من صفر لاتنين، وهنعمل ستيب هنا صفر، وهنعمل ستيب اربعة، ونعمل انيشالايز، وبعدين نعمل اوكي. هنروح نعمل انشيك على الفيلوستي القديمة ونعمل ران، كده عمل لنا كلر كودنج للفيلوستي. ممكن نعمل لاي بارامتر مش شرط الفيلوستي. لو ضغطنا كليك يمين نيو كلر كودنج، عندنا هنا بارامتر كتير، ممكن نختار مثلا الفلو او ممكن البريشر او الهيد او اي بارامتر احنا عاوزينه. هنروح دلوقتي نعمل انوتيشن، بس اول نقفل الفيلوستي بعدين نضغط كليك يمين نيو انوتيشن. الانوتيشن زي الفيلوستي بس من غير كلر. لو رحنا حددنا البارامترز بتاعتنا ونزلنا عند الفيلوستي مثلا، وهنا في البريفكس ممكن نختار تيرم نحط قبل الفاليو بتاعت الفيلوستي، ممكن نكتب هنا الفلو فيلوستي و
وبعدين نعمل underscore وبعدين نعمل اوكي. هنا هنلاقي ان عمل النوتيشن على البايث، فهنلاقي شكلها مش حلو، فهنروح نرجع على النوتيشن تاني ونضغط دبل كليك، ونيجي هنا على الاكس اوفست نخليها مثلا 2 متر والواي اوفست نخليها 2 متر. هنروح نعمل ابلاي وبعدين اوكي. كده غير مكان الفلو فيلوستي. لو روحنا تاني عند التايم براوزر وروحنا عند الاول وضغطنا كليك على البلاي وروحنا عملنا بلاي، هنلاقي ان الفيلوستي بتاعه البايب بتتغير هنا والانوتيشن بتتغير كده. تمام، دلوقتي ممكن نروح نعمل اكسبورت او امبورت للسيمبولوجي. لو روحنا هنا ضغطنا كليك، لو هنا ممكن نعمل امبورت او اكسبورت، وهنا ممكن نعمل دوبلكيت او ممكن نعمل رينيم. هنا اول ايكون عندنا اللي هي النيو، ممكن نعمل نيو سيمبولوجي نضغط كليك. هنا ممكن نعمل امبورت وبعدين نعمل اكسبورت، فممكن نعمل لها اكسبورت من سيمبولوجي كنا عاملينها قبل كده. هنا ديليت، لو حابين مثلا السيمبولوجي احنا عاملينها القديمه دي نعمل لها ديليت، نضغط كليك. هنا هنا الدبلكيت، لو عايزين مثلا نستعمل السيمبولوجي زي ديت وعاوزين نغير فيها ترم معين فممكن نعمل لها دبلكيت ونغيرها. هنا رينيم، ممكن نعمل رينيم للسيمبولوجي. لو ضغطنا كلوز دلوقتي، لو رحنا هنا عند دروب بوكس دوت هنلاقي هنا السيمبولوجي ديفاينت 1، ده اللي احنا كنا كريتنا ودي كنا عملناها دبلكيت. لو ضغطنا كليك هنلاقي هنا برضك السيمبولوجي كنا عاملينها موجوده. ممكن دلوقتي نروح نعمل شيك على الفيلوستي، هتلاقي هنا ظهر لنا الفيلوستي تاني. احنا كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله.